قد محكوم؟ 5 شهور. 4 سنوات. 5 شهور. 5 شهور. بالضبط وعدك؟ 150 حباية قبرصي. كريستال. 70 حب 0.01. شو المفرز؟ صاحبه وصاني. ايه. رحنا نجيبنا على أساس أنه أعطاني أياكم شو المفرزة. يا مكان. هنا بشهر 40. شهر 40؟ نعم. صاحبك عنده سوابق؟ أنت عندك سوابق؟ لا صاحبي شلون مخبر. مخبر سري؟ نعم. قد صار لك تتعافى؟ صار لي سنة تقريبا. ما صار لي، صار لي شهر ونص، شهرين. هو من أهد الحادث يعني بسبعة أشهر تعاطاها. كل حاجة تحس؟ أظل مرتاح. ما أحس، بس انتباه ونشاط فقط. بس؟ يعني مدة الدوام مالتي. كيف دوام أخشبي؟ عسكري. شوية نشاط وهاي يعني عندك رغبة بالعمل الصيف. ليش تتعافى؟ أخذ يلا أشتغل. ما أقدر أشتغل. شنو السبب؟ سوي لي يعني اظل اشتغل من الصبح لليل. اتعاطى على مو الشغل استاذ. كيف شغل؟ بنايه وهاي تحمل ماكو، فتعيننا هاي بالشغل. ما رح تندم انت هسه؟ والله بتندم حيل. نادمك يا اصدقاء سوى صادقته. اصدقاء سوى ما عليهم؟ اي لان هم ذبوني بهاي الورطه. يعني انت ما تعرفهم اصدقاء سوى؟ لا هم يطلعوني هاي عماله. هاي غلطه استاذ، بعد بشر يغلط. تنصحهم جماعه ال والله وعد ما يعطب حد ولا يتعطى، كان هاي تالية. صدور أحكام قضائية مختلفة بحق مجرمي تجار المخدرات، وتبين أنهم من أصحاب المهن، أحدهم يعمل حداد والآخر خلفة بناء والآخر عسكري. ننصح الشباب بترك تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لأنهم مصيرهم السجن والحبس. من العلامات والعوارض التي تبدي على أولادهم منها السهر في الليل والنوم العميق في النهار، وكذلك الحركات اللا إرادية والشحوب الوجه والعنف والعدوانية والشك وعدم القدرة على التواصل، وكذلك السرقة